متابعين لايف من الزعرور مباشرة على الهواء. هاي رولا. هذه كانت بروفا. هاي انتوني. تمام هلا بلشنا حكي ترى عم ياخذوا مشاهد من المنطقة الحلوة اللي بتاخذ العال. أول مرة تطلع هون انتوني؟ هالسنة أول مرة. هالسنة أول مرة، كيف؟ بعقد. كيف كان المشوار؟ مسهل الطريق؟ كثير لذيذ، الطريق مفتوح وكل شيء كان كثير منيح. نحن بهمنا رأيك لأنه أنت بتقدم فقرة مشوار. يلا قريباً قريباً بدنا نرجع بمشوار لهون. نحن رأيناك اليوم مع لمشوار على الزعرور، أنت وكل المشاهدين اللي عم يحضرونا، ولكن أنت اليوم اختصرت لنا يمكن أكثر من 10 مشاوير بلقاء واحد، خبرنا شو عملت هالأسبوع. نحن اليوم واحد من أهداف مشوار أكيد أنه تزوروا الضيعة بلبنان، بس واحد من ثاني أهداف كثير مهمين هو أنه تتعرفوا على الأكل اللبناني العريق القديم والتقاليد يلي شوي عم ننسيها بهيدا البلد. طلعت الفكرة أنه نجمع أكثر من 11 ست بمحل واحد، كل وحدة جايبة معها تقاليدها عوايدها وطبخة من ضيعتها، رح تخبرنا عن الطبخة عن ضيعتها، وكلهم سوا على طاولة وحدة فسميناها شوي سياحة لبنان على طاولة غدا. أهمية هيدي الشغلة أنه كل وحدة عندها عوايد مختلفة، عندها سياسات مختلفة، كل وحدة عايشة بغير عالم. نعم. ساعات بيلتقوا كلهم سوا عن جد قديش نفهم قدي لبنان بعقد، قديش فينا نعيش مع بعضنا، قديش فينا نبسط مع بعضنا، نترك همومنا كتير بعاد. وهلا بتشوفوها بالريبورتاج انه شيء رائع. اكيد رح نعرف تفاصيله هيك نشوف بالصوت والصوره ونحس بالاكل اللبناني قد ايه طيب. بس قد ايه هالجامعه يعني كلها ماشيه سوا، يعني كل هالاكلات رغم اختلافها من منطقه لمنطقه بتمشي على فرد طاوله. اليوم الاكل اللبناني اساسا اليوم صار بيجوا بيقولوا عم ناكل اورجانيك او عم ناكل شو اورجانيك؟ ما هو الاكل اللبناني اورجانيك من الاساس، يعني الاورجانيك هو مثل ما كان ستي وستك تطبخ، فما لنا عايزين نعمل منها كثير دعايه. فالاكل اللبناني هو ببلش من لقمه طيبه، من ايدين فيهم احساس، من نفس، بلا كفوف بلا شيء، مثل ما هي، مثل ما كانت ستي وستك وست كل واحد كانت تطبخ تحط اصبعها وتقول لنا تعال ذوق يا ابني. فالاكل اللبناني كله سوا فيه زيت النفس وزيت الحياه، منشان كلهم بيشبهوا بعضهم. هلا شوي بنزيد له صوص من هون وبصل من هون، كلهم لمسات خاصه بكل ضيعه وبكل اكيد قريب. كل واحد عنده عوايده، مثلا بالشمال بنشوف عوايد معينه، محل ما فيه الكبه كثير طيبه، الورق عريش طيب، بيعملوه بطريقه معينه، في فرن للكبه رح تشوفه بصغرتها، الورق عريش اللي بده 6 ساعات على النار. بالجنوب عندهم غير تقاليد، بيروحوا اكثر على الاشياء الحشيش او الفيجيتابلز اللي بيجيبوها من الحرش، اللي كل وحده عندها موسمها بيعملوها مع رز. الفريكه هلا كثير على الموضه، العالم كله عم بيحكي عن الفريكه. صحيح. يلي جاي محل الكينوا او شوي ترند، النسخه اللبنانيه للكينوا. ولكن انتوني 11 سيده لبنانيه من 11 منطقه مختلفه، كيف تم اختيارهم؟ يعني شو خلفيتهم؟ هل هن محترفين بالطبخ او ستات بيوت عاديات هيك عندهم لمسه خاصه بالطبخ؟ ما بعرف قديش فيني اعمل دعايه، بس في شخص بحترمه كثير اسمه كمال مزوق، هو بيجمع هيدي النسوان وبيعطيهم الشانس انه يظهروا. نعم. من بيتهم ست بيت اكيد، وعندها كثير بيستفيدوا من مهاراتهم بالطبخ، اكيد عندها كثير دور تربي الاولاد او تقعد مع جوزها وتهتم ببيتها، بس ساعات بيعطيها الشانس انها تفرجي شو عندها وتنزل على بيروت وتعطيه لهالناس، ما فيك تخيل قد بتتغير حياتها. فبلشت مع كمال ومن هون هيدا اول حلقه، واكيد رح تشوفوا غيرهم من النسوان وعم بقدموا شيء شبه مفقود بالمدينه. رح تشوفوا نص الاكلات انا ما كنت بعرف فيهم، في كثير اشياء مثلا اكزامبل كثير صغير، اليوم كلنا بناكل بابا غنوج، بس خلينا نزيد له شويه مثلا فليفله حمراء وشوف الطعم قد بتغير، قديش بزيد شويه حلاوه، لونه بصير احمر. هول تفاصيل يعني كثير صغيره، مثلا الفويرغ كثير بحبه. الفويرغ نحن بنعرف الفويرغ كثير طويل بريستوران، ببطل فينا نعمله كثير طويل لما بصير يقص، بدنا نقصه بطرطش كثير. في ست من الشمال طويتهم هيك رون بكل وحده وحده بورسيون بتنحط بالصحن، عن جد في اشياء بتعقل. والحلو انه رولا كمان يعني نحن بنفتش على اكلات غريبه او اكزوتيك نتذوقها، اوقات في اشياء بالمطعم اللبناني اللي هي منا الاساسيات اللي بنعرفها وقليل تتعملها المطاعم وقليل تنعملها ببيوتنا، حلو نرجع ولكن نكتشفها. مثل ما هي طيبه وما بنحب نغيرها، انا بفضل الاكل اللبناني مثل ما هو. شو يعني شو يعني اكزوتيك؟ انه اذا كان ايجين او اذا كان مكسيكان صار اكزوتيك، اكثر اكله بالعالم هي اكزوتيك وانا بسميها سكسي والاكل اللبناني. خلص ما نروح نفتش. حلو. بنعرفها للمرة اللبنانية، صار أكلتنا كمان سكسي كتير. رولا رح نرجع للأكل السكسي اللبناني مع أنتوني، بس بعد هالوقفة تنشوف الريبورت ورح ناكل شي سكسي.
نرجع مشاهدينا أنا وإلي وأنتوني رحيل بفكرة مشوار. قبل هالوقفة عطانا لمحة سريعة أنتوني شو ناطرنا بها الريبورتاج اللي جمع فيه مجموعة من السيدات المميزات من أكثر من 10 مناطق لبنانية وعم بيقدمونا أطباق شهية يمكن ما منشوفها عادة بالمدينة. خلينا نشوف شو بيتضمن هالريبورتاج. حلقتنا اليوم سياحية رح أخذكم فيها على الشمال على الجنوب على الشوف وعلى البقع، بس ما رح ناخد السيارة. حلقتنا اليوم هي سياحة لبنان على طاولة أكل. الأكل اللبناني هو أحلى تعبير عن جذوري وعن تاريخي وعن هويتي أنا. ما في شيء بيخبر عني أكثر من التبولة، من كبة صغرطة، ومن سمك البترون، ومن كرس حمينة. جميلة نهرة مستغبين بقاع الغربة. مشهورة بجميع أنواع الزراعة. وعندها أكلات مميزين كتير طيبين مثل كبة البطاطا بالأورمة واللبنة. كمان أنا مشهورة شوي بنكهة التبولة، بطعمة التبولة اللي بعملها أنا، وهي مثل كل أنواع التبولة اللي بيعملوها بلبنان كله. بس أنا إنه بضلني إني جرب إنه الأشياء اللي زرعتها بالجنينة تكون طبيعية، تكون طيبة، حتى تطلع التبولة طيبة. مدى صابر وقع الغربة خبة عنفار. اليوم عنا رشطة بالعدس وشيش برك. خبة عنفار كتير حلوة، بحب تجوا تزوروها. في عنا كتير بقصص حلوة، مناظر طبيعية. عنا سنديانة من أكبر سنديانات بلبنان، قديمة كتير بقعد 2000 سنة. وعنا رشطة بالعدس كمان، هيدي بلا لحمة فيجيتاريان، أكل كتير طيبة بتغذي. وبنعملها مثل شوربة العدس بس بنحط لها عجينة كمان شغل البيت. بونجور، اسمي فاتيا شبتيني. بدي اعرفكم على طبخة كتير طيبة اللي اسمها المتبل بتنجان مع فليفلة حلوة حمراء. انا الشيف فادي. كل الاكل اللبناني طيب، اهم شيء الخبيزه من الطبيعه. اول مره كنت باكل خبيزه بالطاوله. اسمي ندى رزق، انا بشتغل ماسو شيف، بحضر السلطات، الابيتايزر كلها كمان بحضرها. زينب ابراهيم، معاصر الشوف. الاكل اللي بيطعمكم اياه اليوم الهريسه من القمح والفراريش، بتاخذ معنا على النار 6 ساعات حرق. بس اجوا شافوا الاكل، هي ذكرتيني الاكلات سبتي. هي انا بس اقعد على الصاج بس ندشن الاكلات عديدة. هي ذكرتيني بامي. هاي الطاولة، هيدي الطاولة بنسحب أفكار من النسوان. أكل لبنان التقليدي اللي ما بنعرفه بعد، اللي هو لأنه بتضيع بالشتاء في أكل شتوي، بالصيف في أكل صيفي. وكبة البندورة. وكبة البندورة بدل ما تحط لها لحمة بتحط لها بندورة. هاي أيام الصيف وقت اللي بتجي البندورة الجبلية هاي، لأنه كلها شحم من قلبها بتقدر تعمل فيها كبة. شو هو الضباط؟ هيدي عشبة مثل جب الهندبة بتبقى بالأرض، بس أكتر شيء بتطلع بالجنوب، صوب القليعة، صوب درمماس. بدها كيس هيدي. اسمي سيدي حنا رزق الله، أصلاً أنا من أيطولة، غباء جسيم. أكلت اليوم هي دود باشا. أنا زينب، جاي من منطقة الجنوب اسمها ضيعة الحلوسية، وأطيب أكل كان حدا وقلكم هي فريكة مع خضرة والفتوش اللي غير شكل. اوف بالحرش بيطلع اسبرج، بس شط الدنيا بيطلع اليوم الاكل انتم عم تعملوه اكل يعني للاسف عم بيختفي شوي شوي، عم تعلموه لاولادكم؟ اكيد. هلا كل وحده منا عم تطبخ الاكل هون تكون اكيد انه هاي الاكل عم تعملها لبيتها لاولادها لاخواتها. انا ريما مسعود، جايه من الجبل منطقه علي،
حدنا بعد صفعة ضيعتي اسمها الرملية، ضيعة حلوة كتير وتعلمت من ستي أكلات كتير كتير طيبة. العكوب هو شيء بالجبل بيطلع بالعالي، في شوكة كتير من بده مركوش لحتى ينشال من الأرض، منشيله ومننطفه ومن فينا نحطه بماء وملح بمرطبين وفينا نحطه بالفريزر. لك والله استعدت لي Bonjour, أنا اسمي سونا تيكيديان، جاية من داودا، عملت اليوم سوبريك. السوبريك شغله صعب ليش كلهم العجين ما بايت، نفتحها كتير كتير قرقي، نسليها بالماء سخنة، نرجع نحطها بالماء بارد منشفيها، بالنص منحط جبنة وبقدونس وشوية زبدة. هاي هو السوبريك. استاذ اوتو اللي تفضل. هلا فهمت ليش فيه فرن للكبه بصغرتها. ايه بكره اذا طلعت لعندي بدنا نردك على الفرن اللي بنخبز فيه الكبه. نحن عندنا نهار الخميس ونهار الاحد، اذا بتروح على صغرتها بتشوف كل الناس يخبزون الكبه على الفرن. بتعمل كبه بالبيت وفي فرن للكبه؟ ايه مثل فرن النقيش ببيروت وفرن للكبه بالبيت. ايه ايه فرن خاص هيدا للكبه. كل الناس فيها قرش كتير قوية، فيها قرشة وبعدين لأنه الفرن قديم حجر يعني نجي من صغرتها لهون نعمل الكبة على أنواعها، كل المحاشي الورق العنب، اليوم كمان فينا عاملين ورق عنب مع كسلات لحمة عالصغرتاوي يعني لحمة. ورق العنب بياخد معنا شيء من ساعات على الغاز يعني بس يغلي بدنا نوز تحته ونتركه ننساه تي هو يستوي على الهدا. هاي الأكلة أكلة ماجية من البترول، صبيت دش بحبره. هلا هي قول أنا بصرت لها فنجان زبط معه كل شيء. من هيك هلا جاي عم بتقلي عجلي يا عمي رؤيتها نحكي كلمة. جوزيفين غالب بطبخ من المطبخ الترابلسي واليوم عاملة سلطة حرة مقلب فيه من سمك، أكيد سمك مقلي مع توم معلى بصل كزبرة فليفلة حرة وفليفلة خضراء وحامض. بدها شيء؟ ما هي عم بتدوق مش تاكلوا كله بتتغدى. جورجينا البي نكفرد لي قصة صغرتها اليوم لح أركب بنية هون. الكب بنية بنعملها من لحمة المعزة، اللحمة بتنشيل حبرة على الحل ما فيها لا شلش ولا دهني ولا شيء، بتتنعم مظبوط تنحط بالفريزر تتنقتل من البكتيريا مظبوطة، بنرجع بنشيلها وبركا شوي تذوب نص دوابة ما خلينا نذوب على الآخر خلي شوي تلج، بنعركها مع البرغل الأبيض الناعم. بحضر الحشوة عشرة كل فوارغ غسلته منيح بالحامض وبالملح وبحشي الفوارغ فكرت اني اعمل الفوارغ كل واحد يرون كل انسان بياخد رون قطعة من هالقطعات وبيروح لك. اول شيء هالستات من المناطق اللبنانية المختلفة، هن من مناطق مختلفة من ديانات مختلفة من سياسات مختلفة، فاذا اهم شغلة بالنسبة لي كيف فينا كلنا نجتمع حتى لو مختلفين نحن على عدة نقاط كيف ممكن نجتمع حول شيء معين اللي هو الأرض وإنتاج الأرض الزراعة والطبخ والمطبخ تبعنا نحن، هيدا أهم شغلة. وتاني شغلة مهمة هي كيف كل ست بتقدر تخبر أحلى خبرية عندها من خلال اللي بتعمله من خلال طبخها ومطبخها وتراثها وتقاليدها، وكيف تقدر تكون ممكنة وقوية بشيء هي بتعمله كل يوم اللي هي عم تطبخ وعم بتغذي وعم بتنمي عائلتها. ولا بصل اليوم امريكي في
هذا صبيدي عندك سوبريت ورا عريش لحمة ورفيق هو مطور مطور يعني علاش الزهو داك يتبقى وين الفريكة؟ الفريكة على الأخير البخضرة كلنا للتبولة. التبولة هي أكتر أكلة لبنانية بحبها، أول شيء من طعمتها، وتاني شغلة مثل ما قال صديق لقلي من زمان كتب عن التبولة دكتور ظاهر، قال إنه التبولة هي مثل لبنان. لبنان هو معمول من ناس كتير مختلفين، بس ما فيك تشيل واحد، ما فيك توصل واحد عن التاني. التبولة نفس الشيء، بتشوف البندورة والبرغل والبصل والبقدونس، بتشوفهم كلهم سوا، بس مش ممكن تفصل واحد عن البقية. كلهم سوا مع بعضهم بيعملوا تبولة، بس ما فيك توصل واحد عن التاني. هيدا هو لبنان. نيالك يا أنتوني قديه حلوة هالجمعة وقديه حسستنا أنه من خلال المأكولات اللبنانية منقدر كلنا نقعد على طاولة واحدة وبالفعل نتعالى على كل اختلافاتنا وننبسط باللقمة اللبنانية اللي كلنا أكيد منحبها ومنفتخر فيها. صح، يعني طاولة عن جد بتشهي، وبدنا نقول يعطيهم ألف عافية لهالستات المحافظين على هالإرث وهالتراث الغذائي اللبناني المهم واللي ما في منه بالعالم. وميرسي أنتوني لك على هالمشوار. بدنا نقول لمزيد من تفاصيل نو غارليك نو أونينز يفوتوا على الويب سايت. وجمعة الجاي وين رايحين؟ جمعة الجاي رايحين على البترون، تفرجيكم البترون من غير نظرة، من طريقة كيف هن بقلب البترون بعيشوا. المدينة الكتير حلوة كتير كريمة، يلي شوي بتعتبروها بعيدة واحد ببعض جبال يعني صارت كتير بعيد، لا بترون ما في حدا رح جرب يسكن بالبترون ما بقى فيها. بتشوفوها جمعة الجاي. هالأيام ما بقى في شيء بعيد أنتوني، بنختصر كل المسافات وخاصة الزعرور. مشاهدينا بمجرد نص ساعة فيكم تكونوا عنا وتتمتعوا بهالأجواء الرائعة. فريق ام تي في اللايف موجود هون، وما في خبركم قد ايه في أشخاص كبار وصغار وعائلات كلها لابسة ألوان، كمان كلها فرحة وبكل حماس ونشاط عم بيتمتعوا بها النهار الحلو. وتاني مرة أنتوني ما بتجي إيدك فاضي، عودتنا على كرمك. هو عمل هيك لأنه بده يعمل لها عزيمة برات الهواء. خلص رح نعمل عشاء كلنا سوا ويمكن نعمله مشوار ومنصوره كمان هيك نشارك المشاهدين فيه. شكرا لك أنتوني. نحن رح نروح على بريك ونرجع من بعدها لايف مباشرة على الهواء من الزعرور. خليكن معنا.